قلبت اي تأجيل مباراة السوبر بعد طلب النادي الاهلي؟ لا والله ما يتش التأجيل، عشان يعني احنا عاوزين نخلص قبل الدوري ما يبدا. هو ما فيش سبب مبرر ان احنا ناجل السوبر. لا انا مش مع القرار ده الصراحه، لان احنا المفروض نبقى جاهزين عن كده. يعني ما فيش سبب ان احنا ناجل سوبر خالص، ما فيش اي سبب لدوت. انا شايف ان لا، الماتش يتلعب زي ما تحدد في الاول ونستغل الفوز يعني. لا طبعا ما يتش التاجيل ده. انا واحد اهلاوي نفسي العب الزمالك والمباراه تكون في ميعادها. هو المفروض المباراه تكون شغاله دلوقتي على اساس الشعب كله يكون مبسوط بالمباريات. تاجل ليه؟ لا عشان ما ينفعش تاجل. عشان الاهلي مسافر ولسه راجع يوم، فيبقى مؤجل بس يوم واحد مش اكتر. يتاجل ماشي، المهم ليه ان نتفرج احنا على كوره كويسه بين الاهلي والزمالك. عايزه بجمهور ولا من غير جمهور؟ لا طبعا احنا بنعاني، قدنا اكتر من 8 سنين ان مفيش جمهور وللاسف يعني. فاعتقد ان لو الجمهور امتلى الملعب كده هنسمع مباراه كره قدم حلوه. لا طبعا الجمهور ده اساسي، بس يكون جمهور بقى يعني يشجع كوره، بلاش بقى يطلع بره اطار الكوره. اكيد بجمهور، ماتش اكيد بجمهور هيبقى احسن بكتير. لا يا ريت يرجع بجمهور، ما هو لو من غير جمهور مش هيبقى ليه طعم. بالذات كمان يكون في الجماهير ترجع برده والناس تفرح شويه يعني. لا طبعا اكيد بجمهور، يا ريت يفتحوا موضوع الجمهور ده. يعني الاول كان الكره لها لذه وطعم بسبب الجمهور، هو اللي بيعمل للكره قيمه وبيخلي فيها متعه. لا بالجمهور، هو اصلا اي ماتش من غير جمهور بتحس ان مفيش حماس كده وبتاع، وبعدين اي اصلا بيبقى فيه جمهور بيدي حماس للعيبه كده، عشان الكوره اصلا يعني بتفرق مع الجمهور. يعني الكوره لو من غير جمهور لا ما بنحسهاش بطعم. لو هتفرج مثلا على الشامبيونز ليج او بريمير ليج او ايا كان، لا هتشوف اختلاف تاني خالص. لا احنا زي الجمهور، ما هو الجمهور بيدي الروح للعيبه وللنادي وللشعب وكله يعني. مين هيفوز تتوقع، الاهلي ولا الزمالك؟ والله مباراة يعني الزمالك دلوقتي في حالة غير طبيعية، ولكن ان شاء الله اتمنى الاهلي يفوز 3-0. اعتقد ان الزمالك في حظوظه اكبر، اول ماتش الفايرال او لا يعني تاني ماتش بعد افريقيا، فيعني يعتبر لسه في البداية، ما نعرفش لعبه، هو لسه ما نعرفش اللعيبة. الزمالك روحه معنوية مرتفعة. الاهلي طبعا 2-0. كزملكاوي انا متوقع ان ان شاء الله يعني الزمالك يكسب، علشان الفرقه كمان كويسه بعد المدرب الجديد. لا دي حاجه اكيده يعني الواحد متعود عليها، هو الاهلي. لا ده على حسب بقى. الزمالك طبعا عشان فيش كبالة. ممكن 2-1 الاهلي ان شاء الله. يعني 2-0 ان شاء الله. الاهلي طبعا ممكن 2-0 مثلا. الاهلي ان شاء الله 2-0 ان شاء الله. والله انا اتمنى فوز الزمالك لان اصلا زملكاوي.